دعت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إلى تأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقالت المندوبة الأمريكية إن آخر تقرير عن الأمن الغذائي يوضح أن الاحتياجات الإنسانية في غزة كارثية، مشيرة إلى أن الكثير من سكان غزة يواجهون مستويات من الجوع، وأن الوضع قد يزداد سوءا وبشكل سريع، لا سيما مع التأخير المستمر في تدفق المساعدات. هذا وشددت المندوبة الأمريكية على أن أمن الطواقم الأممية والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية يمثل لبلادها أولوية قصوى، مؤكدة مواصلة الضغط على إسرائيل لخلق ظروف أفضل لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة، لكي تتمكن المنظمات الإنسانية من مواصلة العمل بأمان لإنقاذ حياة المدنيين في القطاع.